ما حكم صلاة الجماعة؟ من يعرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي أنت. أي نعم. أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين، إن لم نقل أن الجماعة على الرجال البالغين شرط في صحة الصلاة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا معناه أنه لو صلى البالغ العاقل الذكر في بيته بغير عذر فصلاته باطلة. هذا على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أعلم مني ومنك صح؟ أجلس. تريد ترد كلام شيخ الإسلام؟ الله أداك الله. نعم، هذا حكم صلاة الجماعة.